إسباقية الدعم إسميا لحقوق أكثر من 200 سيدة يمنية يمثلن مكونات سياسية مختلفة وناشطات وأكاديميات ومنظمات المجتمع المدني يشاركنا في أعمال هذه القمة التي تنعقد بنسختها الخامسة لمناقشة أدوار المرأة وأهمية مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. مجموعة متنوعة من المواضيع التخصصية وأداة الصلة على رأسها المتعلقة بعملية السلام. الأمر الآخر التي له علاقة أيضا بحصاد النتائج للقمة النسوية على مستوى الخمس السنوات، كذلك مساعي النساء لأجل السلام، وستركز أيضا على خارطة الطريق النسوية للسلام. التحالفات الموحدة، مواضيع كثيرة في أجندة القمة، أهمها دعم الحركة النسوية ودورها في إطار العمل الجماعي وتطوير استراتيجية المناصرة وإتاحة الفرصة لمساهمة المرأة في تطوير رؤيتها نحو عملية السلام. نحن في وضع يستحق فعلا أن تتكاثف الجهود وأن نظل نناضل حتى نستطيع أن نصل. إحنا في مرحلة للأسف الشديد حصل فيه تراجع كبير جدا لقضايا النساء ولحقوق النساء في وصولهم لمواقع صنع القرار، ولهذا من خلال هذه القمة وغيرها من الفعاليات سنظل دائما ننادي بأن من حق المرأة أن تتبوأ مواقع صنع القرار. الدولة متمثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية تدعم تمكين المرأة سواء من جميع النواحي، سواء كان تمكين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأيضا تشيد بهذه القمة النسوية التي سيكون لها دور فعال في إيصال أصوات النساء اليمنيات إلى كل الفاعلين سواء كان داخل اليمن أو خارجها. هكذا يظهر صوت المرأة في اليمن والتي تشكل نسبة 50% من المجتمع، وضعتها الحرب مؤخرا في قائمة التهميش، وتناضل اليوم من أجل الحصول على حقوقها وتطمح لمشاركة الرجل في المراكز العليا لصنع القرار. تنعقد هذه الفعالية النسوية بالتزامن مع اختتام الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في محاولة لتشكيل أكبر تحالف نسوي في اليمن قادرا على إيصال صوت المرأة اليمنية إلى العالم. من عدن، إياد الموسمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.